وتجدون اليوم من يكتب في الانترنت أبو عبد الله السلفي، أبو عبد الرحمن السلفي، وإذا نظرت في كلامه وجدت أنه من التكفيريين الأقحاح، وهذا كثير. فبعض الإخوة إذا فتح وجد فلان السلفي يرتاح ويقرأ ويقول هذا كلام السلفيين، هذا أبو عبد الله السلفي ذكر هذا. يا إخوة، ليست العبرة بالأسماء، العبرة بالحقائق. فمن زعم أنه سلفي عرضنا قوله وفعله على ما كان عليه الصحابة، ومن ثم ما كان عليه التابعون وأتباع التابعين وأتباع التابعين. فإن صدق ذلك العرض قوله فهو السلفي. وإن كذبه العرض فهو خلفي وإن تسمى بالسلفي.